امتى هتتجوزي؟ امتى هتجوز؟ ايوه لما ما تقوليش عايش لوحده. لا ما على فكره ده كلام فاضي، مفيش حد بيحب يعيش لوحده. ده انت اي كلام. انت قلت انا فرحانه ومبسوطه و... مش متضايقه، اما بخش البيت ببقى لوحدي مش متضايقه والله، بس مش كل يوم. يعني حضن بقى ده بتاع يعني الراجل. عايز أقول بس على حاجه. اوكي ماشي. انا النهارده مش متضايقه ان انا لوحدي، مش معناها ان انا عايشه في بيتي لوحدي ان انا حقيقي لوحدي. اوكي ممكن يبقى في حد بيسال عليك، ممكن تبقى بتشوف حد، ممكن تبقى انت بص في مرحله كده بتوصل لها يا سعيد، بتبقى انت حابب حابب حياتك، مظبطها، الناس اللي بتحبهم موجودين، مش قادر دلوقتي اي حد يجي يطلب منك طلبات يبوظ عليك البيس اللي انت فيه. أيوة البيس في اللايف اللي انت فيه. اوكي اللي هيجي ده يا اما يبقى لطيف واحنا الاثنين حابين ان احنا ويعمل اضافه لحياتي لا ونسعد بعض، يعني احنا جايين عشان نسعد ننبسط. بعض ونعمل اضافه لبعض ونقف جنب بعض، ولما هو يكون متضايق انا اقف جنبه، ولما انا اكون متضايق ويقف جنبي، لكن ده مش معناه ان انا اشتريته او هو اشتريني. صح فاهم قصدي؟ ده انت عندك ارتباطات بحاجات تانية، عندك بيت بالزبط. وعندك شغل وعندك بنت وعندك حاجات عندي حاجات والحاجات كلها مهمه، وهو كمان اكيد هو كمان عنده كل حاجات مهمه جدا. بقى لك كام سنه سنجل يا انجي؟ بقى لي كام سنه سنجل؟ استنى 8 ان شاء الله 2022 ان شاء الله هنفرح بيك باذن الله. 2022 ان شاء الله 23. طيب انجي لا مش ليه كده؟ انا فرحانه. يعني ايه يعني ايه نفرح بيكي؟ يعني تبقي مطمنين عليكي مع راجل كده. راجل ليه كده؟ ليه انت شايفني ناقصني حاجه؟ لا انا مش ناقص. لا وانت وانا ما قلتش ان انت ناقصك حاجه. طب امال ايه يعني بس النهارده دايما الطمانينه يعني الطمانينه هو بالراجل، الامان راجل، الحضن راجل. صح ايه ده احنا هنبقى ضد مبادئ الحياه. لا اللي انت بتقوله صح، بس هل ده فعلا موجود يا سعيد كتير؟ ولو مش موجود It's never too late يا حبيبتي. ابدا ابدا ما نيأس، ابدا ابدا ما نبطلش. بالعكس بص يا وعلى فكره انا مش لوحدي. انا في جمله دايما يعني انا بقولها، ال 24 ايلات دول متوزعين بالعدل. تمام. مش معنى ان احنا ما فيش اسره او ما فيش زوجه معنى كده ان احنا ناقصنا حاجه. لا احنا ربنا مكملنا، بس جايز ابتلاءنا في ده فنقول الحمد لله، وفي نفس الوقت نسعى جايز ربنا يكرمنا بحضن. انا طول الوقت بقول الحمد لله وبشوف ان ربنا عمره ما عمل فيا اي حاجه وحشه ابدا لله. وده عندي يقين بربنا ان ربنا حتى النهارده ان انا ارتبطت وانفصلت بس انا النهارده لما ارتبطت بناس انا فعلا كنت بحبهم. في ناس بترتبط ممكن لاسباب اخرى أكيد. انا ما اقدرش أكيد. انا لما برتبط بحد لازم اكون بحبه فقط لا غير. في التزامات وفي مسؤوليات وفي حاجات في الحياه. مشكلتنا في مصر ان منظومه الجواز احنا هنا ما بنعرفش نطبقها. الجواز مش وحش بس احنا هنا المانيول عندنا بنستخدمه غلط قوي بالشقلوب. صح. انت ما اتجوزتش ليه؟ نصيب. انت بالك قد ايه منفصل وحدك سنجل؟ انا لا بصي انا يعني كتير حبه حلوين. مبسوط كده اكتر؟ لا يعني اكيد مش هفضل عايش لوحدي كتير، اكيد هيجي عليا وقت وهبقى وتقول محتاج عايز ان يبقى معايا بارتنر. طبعا بس انت اكيد في بارتنر في حياتك، يعني مش شرط بشكل الجواز، ممكن يبقى صديق. امين صديقه. لا ليه اصدقاء كتير طبعًا في مجالات مختلفه. أيوة طبعا أيوة انا أيوة لا طبعًا. استغنى عن المراه في حياتي. المراه طبعًا. دي امي، اختي، صاحبتي، جارتي، زميلتي. شفت. انجي يعني زي القمر. الجواز ده اسمه ونصيبه عموما. طيب يلا.